السلام عليكم، خليك صلى على النبي، انت كنت بين في عليكم سبات السلام ورحمة عميق. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى، سؤال بس على السريع. زوجتي دلوقتي بقى لها 2 رمضانين حمل، رمضان حمل ورمضان الرضاعة، ما يعني ايه ما صامتش، وهي ما فيش حاجة عضوية مرضية، يعني ايه الدكاترة يقولوا لها ان هي ما تصومش، لكن بتلاقي مشقة جامدة في الصيام عندها. علي الإعادة ولو في أيام الشتاء. ما هو هي حاولت، هي بقى لها يعني الكلام ده بقى له كام رمضان بقى، يعني عدى عليه رمضان اللي فات، مش مشكلة. هي بتحاول بس هي لاقيها في مشقة جامدة عليها. يا أخي في الشتاء الأيام قصيرة، وإن الدنيا ما فيش في حر تعدد من أيام أخر. الله يسلمك. ممكن على كذا سنة. طيب ممكن بس يعني استبقوا الخيرات بسرعة، المرأة هتموت، انت ضامن تعيش كذا سنة انت وزوجتك، بسرعة خلص. ماشي، جزاك الله خيرا. النسوان بيدلعوا شوية. الله يسلمك.